صباح الخير وكل الخيرات للأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. واقع تعاونية موظفي الدولة في ظل الأزمة الحالية انعكس تقنيا بتقديمات والخدمات المطلوبة. طبعا الدكتور يحيى خميس مدير عام تعاونية موظفي الدولة كان أعلن أنه التعاونية تحتاج ل 8000 مليار ليرة لاستعادة التغطية الصحية كما كانت ولرفع قيمة المنح المدرسية. وزاد دكتور خميس وقال من الضروري قولنة هذا المبلغ لصالح التعاونية وتحويله لحسابها بمصرف لبنان كي لا يكون شكا بدون رصيد. طبعا الكل بيعرف مدى مصداقية الكلام اللي بيقوله الدكتور يحيى خميس مدير عام تعاونية موظفي الدولة بإطار حرصه على أن يكون مميز بتقديم الخدمات لشريحة من الموظفين المنتسبين للتعاونية بيشعروا بهذه المرحلة في لهم حقوق وواجبات وهو بيسعى قدر المستطاع على تأمينها. بدي أقول لك دكتور يحيى خميس أهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وإن شاء الله معك يكون لها حلول. شكرا، صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. اليوم خبرني استعراض واقع التعاونية، كيف ممكن نوصف الخدمات اللي عم بتقدمون؟ يعني بدي جرب أوجز الفترة. نحن المشكلة بلش عنا بلبنان بال 2019، بدأت مسيرة العذاب والشقاء. نعم. تسكير طرقات وحرق دواليب وإلى آخره. بعدين اجت كورونا، بعدين اجت الازمه اللي كلنا بنعرفها، هذه اللي كانت شكلت الضربه القاضيه لكل القطاع العام وللمواطنين ولل ما في شك انه ما حدا الا ما تاثر. هلا نحن اللي قدرنا نعمله انه ظلينا مكفيين بدون تسكير كل هاي الفتره، ما اقفلنا تعاونيه ابدا، عم نقدم خدمات كنا؟ ايه، وظلينا مستمرين بتقديم كل الخدمات. المشكله الاساسيه هي بقيمه التقديمات، يعني وكلها هذه مرتبطه بشيء اساسي كل العالم تعرفه، هي ارتفاع سعر الدولار والفوره اللي صارت بكل القطاعات انه بدوا يتقاضوا تقريبا على الدولار، واغلب وكلهم، مش المستشفيات والمدارس اليوم والجامعات، ويعني بشكل كثير. تعريفاتنا كانت على 1500، اليوم صارت الاسعار على حوالي 100,000. فشوف هذا الفرق الكبير. هلا شو نحن قدرنا نعمل بعمليات اذا بدك تجميليه صح التعبير؟ قد عدد المنتسبين للتعاونية اليوم؟ في عندنا شيء 86,000. نعم. منتسب، وعندنا شيء 385,000 مستفيد. يعني وضح لي المنتسب عائلته. المنتسب هو اللي بيكون موظف، العائله بتفوت معه بصيروا مستفيدين مثلهم. حتى للتقاعد بضل يستفيد؟ بضل يستفيد، ايه، حتى بالتقاعد، حتى اذا اخذ تعويض صرف. نعم. وبده حابب، هذا اختياري، اذا بحب يكفي بقدم طلب بكفي استفادته حتى لو كان تعويض صرف. بده يدفع؟ بده يدفع 3% اللي بناخذها من الموظفين، بتروح حكما او اوتوماتيكمون على حساب بوزارة المالية خاص بهال 3%، بس هو لأن ما عنده معاش تقاعد، عنده تعويض صرف، اللي أخذ تعويض صرف بيدفعها بصندوق التعاونية. طب اليوم بهالمرحلة اللي نحن عم نحكي عن مستفيدين وعن منتسبين وعن خدمات، أكثر شيء مطلوب منكم بهذه المرحلة هو استشفاء وصحة أكثر من غيره؟ أكثر شيء هودي، هني أكثر شيء بيوجعه، أكثر شيء بيوجعه. نحن عندنا 3 أنواع من التقديمات، يمكن صرنا الموضوع هذا يعني مشبع بالله. باختصار عندنا الاستشفاء، وعندنا الأدوية اللي بنسميها مساعدات مرضية، وعندنا المساعدات الاجتماعية يلي هي منح التعليم. أدوية كمان؟ إيه طبعاً. نعم. والسنان بتدخل فيها، والمختبرات، هي كلها من ضمن المساعدات المرضية. نعم. بتدخل فيها. المساعدات الاجتماعية عندنا منح التعليم هي الأساس، وفي منح الزواج والولادة ومساعدة الوفاة اللي بتقدمها التعاونية، ضل موظف إذا توفي ضل ورثة، وإذا توفي حدا من عائلته بتروح له هو. فكنت عم بقول إنه هذه التعريفات صار بطلت إلى قيمة. فنحن تباعاً كل فترة بنعمل دراسة بنشوف شو الأوضاع عندنا والأرقام، يعني دراسة اكتوارية إذا صح التعبير. بأول تموز 2022 رفعنا 4 مرات، بآخر السنة بعد ما أصبحت الموازنة نافذة حكما رفعنا 10 مرات.
افترضنا انه هودي العشر مرات بده يعملوا فارق لا باس فيه، لانه كان الدولار بين 36 و 38,000. ما اجى شهر واحد تصار الدولار فوق ال 100,000، وصل اذا بتذكروا لل 140 تقريبا الف. فكل هذه الزوده تآكلت مع ارتفاع سعر الدولار، يعني مش عم نلحق. كنا هلا هالشهر يمكن صلى شي شهر تقريبا مستقر الى حد ما، بس مستقر على العالي اكيد مش على الواطي. فهذا الواقع اليوم اللي عم نعيشه، فنحن مصرين انه نتابع بكل التقديمات. ولكن اليوم الشغله المنيحه اللي ممكن احكي فيها، ويمكن هذه من بعد هذه جديده طازه، يعني اول مره بطلع على الاعلام، سبق وذكرت انه 8000 مليار للتعاونية بالسنة. طبعا هيدي حضرتك انت ايه؟ انا خيلها. وانا هذا الموضوع بعد دراسة قدمته بكتاب خطي لرئيس الحكومة ولوزير المالية بلقاءات بنفس اليوم. نعم. يعني وشرحنا لهم انه هيدي بتخلي الموظف صحيا مستقر، وفي موضوع الاستقرار الوظيفي كراتب، يعني في هذاك الموضوع هسه ما راح احكي عنه الا اذا سالتني. ف 8000 مليار بنرجع نغطي مثل ما كنا، يعني ما بيدفع المريض اللي حساب التعاوني الا 10%. بما انه السنه كانت مبلشه، وبما انه نحن اليوم بشهر 5، هودي 8000 فيهم يكونوا اقل شوي. بس انا ركزت على مساله ذكرتها حضرتك، انه اوكي انا ما بدي بكره بكل صراحة كنت عم بحكي معهم، يعني انه ما بدي بكره يطلع بالاعلام الوزير يذيع المقررات ويقول اعطينا التعاونية مبلغ وقدره كذا واخر شيء هذا ما يوصل، لا يصرف باي. بدي يتقونن يتشرعن اما بالموازنة، ولكن كلنا بنعرف انه الموازنة ما راح تتصدق عن قريب بدون ما نفوت بالاسباب، لانه مش هذا معروف. الموضوع معروفة، أو بده يكون في سلفة خزينة، ولكن سلفة خزينة تقر وتدفع تصرف بسرعة، وإلا بتكونوا عم تعطونا تشيك بدون رصيد. والشغلة الثانية إنه هاي الأموال بدها تترجم بكاش يروح على المصارف للعالم تاخذ مصرياتها، لأنه في عندنا مشكلة هلا رح أحكي فيها طبعا، بس خليني هلا بالشيء المنيح. من شي 10 ايام يمكن او اكثر شوي صدر مرسوم او اقر مرسوم وصدر بالجريده الرسميه خميس الماضي انه باعطاء تعاونيه موظفي الدوله 450 مليار شهريا. للوهله الاولى لما ذاعوا المقررات تركوها 450 مليار هيك، صراحه انا انزعجت كثير انه نطلب 8000 بتعطونا 450. ممكن يكون وصل صوتنا، ممكن يكون هن قاصدين من الاساس انه لا تبين انه 450 شهريا. هلا هيدي شغله لا باس فيها، جيده، صحيح ما حصلنا على 8000 ومبرره، ما عندي مشكله بهذا الموضوع، لانه عم نقول صار ماضي شق او قسم من السنه، من هون لاخر 2023 هذه المبالغ بتكفينا. فنحن بصدد هلا عم نخلص دراستنا وتعديلاتنا على الموازنة بصدد نعكس هذه الأرقام على الاستشفاء بالدرجة الأولى وعلى المساعدات المرضية. نعم. وبالأخص أدوية السرطان والأمراض المستعصية، هذه بتعمل نقلة إن شاء الله نوعية. ولا غسيل الكلى إجيكم؟ غسيل الكلى نحن 100% بنغطي. ما في مشكلة، نحن كل ما طلع طبعا بالاتفاق مع وزارة الصحة اي رقم بيطلع، اي نحن بنقول له نحن جاهزين قبلكم، بس يطلع قراركم نحن دغري بنطبقه ثاني يوم، وهيك بصير. يعني هلا نحن بندفع 5 مليون يمكن 250 اذا الذاكره ما بتخونني الجلسه، وبندفع ما يقارب 20% منهم اجار الطبيب. المشكل الدفع فوري عم بيكون ولا متفقين نحن والمستشفيات؟ نعم. انه بتبعث الفواتير خلال شهر بندفعها، بس هون ما في شيء الا ما في له عوائق. العائق الاول بهالموضوع انه المستشفيات ما بتبعث بشكل، مش كل المستشفيات بتبعث كل شهر، اللي ما عنده كثير مرضى بجمعهم، واللي عنده مرضى كثير بيبعثهم كل شهر. ونحن بنحاول طبعا نلتزم بقرارنا او نلتزم بعهدنا
انه نحول كل شهر. في مشكلة كبير عم تعاني منه كل الإدارة هو نقص الموظفين. نعم. خاصة لما كان في مداورة أو في موظفين ما يجوا على الشغل أبداً أو يجوا يوم بالأسبوع. طيب بالتأكيد بده يصير فيه. هلق نحن ما كان عندنا هذا الوضع بشكل كبير بس كان موجود. يعني ما فيك تجيب له موظف كل يوم ومعاشه ما بيكفي حق البنزينات يوصل على شغل. مزبوط. اضطرينا نعمل مداورة بنسبة تقريباً 50% أحيان توصل 60% حسب ال. نعم. ولكن الإنتاجية أكيد بدها تخف فبيصير في شوية تأخير. يعني أنا معود علي أنا بحط الأمور على الطاولة مثل ما هي. صحيح. يعني ما بحاول لمع صور. فغسيل الكلى عم ندفعه. المشكلة اللي عم تصير الكبيرة بالاستشفاء فاتورة الاستشفاء عم تطلع كثير كبيرة. مين الحلقة الأضعف عم بيكون فيها المريض؟ نحن كانت وما زالت حتى اليوم يعني الإمكانيات متواضعة جدا لأنه إسا اللي حكيناه عن الشيء الجديد بعد ما تترجم إن شاء الله بنترجمه المستشفى والمريض. المستشفى عم تاخذ على أكمل وجه مش فرقاني معهم لا وضع سيء ولا وضع مأساوي. قال لك أنا بدي حقي على أكمل وجه وزيادة. يعني أنت بتتفاجأ على الدولار حتى على الدولار زادت عن الماضي. ليه؟ ما بعرف يعني إلا يكون الدولار استعمل لأنه لا في رقابة مثل ما لازم. وين اللي زاد ولا يعني في حسم ساعتك وين اللي زاد ولا في حسم مثل ما لازم ولا في قرار. نحن مش أعداء مع المستشفيات ما نحن ثلاث أضلع مثل ما أنا بسميها لمثلث واحد. نعم. المريض والمستشفى والهيئة الضامنة لازم يكون في تعاون كامل وتفاهم. طيب يا أخي أنت ليش بدك تأخذ مثل ما كنت وأكثر ومش حاسس شو الوضع عند الناس؟ في عالم عم تبيع بيوتها سياراتها عم ترهن ذهباتها حتى تفوت على المستشفى وتدفع الفروقات اللي مش عم تخطيها. مش نحن زدنا 10 مرات ما عملوا شيء تقريبا هول 10 مرات خاصة لما طلع الدولار أكثر. فهلق أنا بدي أوجه يعني عبركم أكيد رح يكون إن شاء الله لقاء مع نقابة المستشفيات نتفاهم مع بعض الأسس. نعم. إنه يجوا بروحية جديدة على الأقل مع التعاونية كهيئة ضامنة عم تحاول تعمل تحسينات بالتقديمات خليها تبين. يعني اللي بفهمه بهذه الصراحة منك سعادتك إنه المشكلة مالية وليست إدارية أبدا. 100% مالية. 100% أكيد. طب الاجتماع اللي كان مع نقابة المستشفيات راح يكون بهدف تخفيض إنه يعني من الأسعار. نحن خلصنا دراستنا. نعم. منقول لهم إنه نحن فينا صرنا ندفع كذا تعوا لنشوف قداي أنتوا دولاركم الاستشفائي إذا صح التعبير قداي هو. نعم. يعني لا أفصح يمكن مضمون أنا للقاء بعد ما تبرمج بس بده يصير إن شاء الله. وبدنا نتفق نحن وياهم اذا نحن قدرنا نعمل اللي عم نفكر فيه ونرفع التعريفات بشكل يوصل للحد المقبول بدنا نتفق معهم انه ما بتاخذوا فروقات. واذا في حالات معينه بسيطه في فروقات بتكون بسيطه ما بتكون فروقات مثل اليوم. في ناس بتدفع مليار ونص فرق. في ناس بتدفع 500 مليون 300 مليون اذا في جراحه يمكن جراحة والعظم والجراحات كبيرة مستلزمات في بعض أنواع العمليات الكبيرة اللي حاجة بخبرك كل التفاصيل. نحن ما عندنا وقت كثير نحكي اللي كل شيء خبرني بس نتصور يعني في عملية اسمها تافي هذه بل ما يعملوا للمريض قلب مفتوح. في بعض المرضى لأسباب صحية معينة بيطلبوا له هاي العملية تنعمل يعني ما بيكون في شق يعني ما راح فوت بالشق التقني. نحن من أول الناس اللي صرنا ندفعها بلبنان. كانت قبل الأزمة شيء 60-70 ألف دولار تقريبا تكلفتها. أحد أطباء القلب اللي بدون ما أذكر اسمه حي بتلفن لي عبي وصيني بمريض أو عبي شرح لي وضع مريض ومأساته. نحن كنا أخذين قرارنا أنه مندفع 40 ألف دولار وهذا مبلغ يعتبر كثير مهم يعني على عملية جديدة عم تنعمل. طلعت هو خبرني انه بأوروبا هذه العملية كلفتها 24 ألف يورو. طب ليش عندنا اغلى؟ لانه عندنا بلد للاسف مثل ما كل الناس بتعرفه
فلتين، كل شيء فلتين. بركي يمكن هون التكاليف اكثر. اي تكاليف يا حبيبي، اي تكاليف. يعني بيقول لك المازوت هون عندنا اغلى. هذا عم بحكي قبل، عم بحكي قبل الازمه. قبل 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 قبل. هلا هذه العمليه هلا تقريبا صارت شيء 60,000 دولار. يعني امثله كثيره لا تعد ولا تحصى اذا ما نفوت فيها. الاقامه بالمستشفيات، طيب الاقامه يا عمي كانت 60 دولار للتعاونيه، لانه بيحتاجوا انه هاي اسعار للتعاونيه. طيب كانت 60 دولار للتعاونيه، 90,000 ليره درجه ثانيه. طيب اليوم مش عم يقبلوا اقل من 150 دولار، بياخذوها من المريض، لانه نحن رفعنا التعريفات وما عملت شيء. طيب ليه من مريضكم بياخذوا فرق؟ من مريضنا ومن كل الناس، من كل الناس. هلا في بعض المستشفيات نعم. بالاطراف الى حد ما يعني ماشي الحال، يمكن لانه الظروف هونيك شوي الاجتماعيه بتختلف، يمكن المرضى والمستشفى بيعرفوا بعضهم عن قرب والاخري. بس هون ببيروت وضواحي بيروت في مأساة بكل معنى الكلمه، وهن بيعرفوا. انا مش عم بحط الحق كله عليهم، وهن بيعرفوا هالشيء. عم نكون موضوعيين بنقاشنا معهم، انه خيي منكم انتم شويه تنازلات، ما عليه شيء. يعني ما بيجوز الارباح تضلها مثل ما كانت. بقولوا لك ما فيش ارباح، ما حدا يضحك علينا. يعني منكم شويه تنازلات، نحن بنسعى نعلي التعريفات، بنجيب اعتمادات جديده، والمريض بيكون هو اقل واحد لازم يتكلف. فاتمنى انه هذا الموضوع بعد ما نعمل نخلص هلا دراستنا، انا متامل يعني من هون لاخر الشهر تكون مش بس خالصه الدراسه، الدراسه بتخلص بسرعه، انه حيز التنفيذ تبعها بيكون بلوى. طب باقي الخدمات اللي انتم بتقدموها وعليها مشاكل غير الصحه؟ باقي الخدمات هي المساعدات المرضيه، يعني الادويه والمختبر والاشعه، كله زدنا. ولكن نفس الموضوع، الادويه تعاملنا شوي بطريقة مختلفة مع موضوع الأدوية. نعم. عملنا شيء سميناه ترشيد إعطاء الدواء أو المساعدة المرضية. عملنا نوع من تصنيف للأدوية، وركزنا على إعطاء الدواء الجنريك، وخاصة الدواء المصنع في لبنان، صناعة الوطنية. نعم. أعطيناه الأولوية. وبما أنه انرفع الدعم عن معظم الأدوية، فزت اسعار الادويه كمان بشكل مخيف. هلا كل المواطنين بيعرفوا هالشيء، لانه معظمهم بياخذوا ادويه. لا فينا نضلنا على ايام ال 1005 الله يرحمها، لانه بيطلع له الشيء. يعني بيصير عيب يجي الواحد يقدم، الله يرحمها، بقعد يجي بقعد يجي، يعني بده يحطهم بنزين اللي بيطلعوا له اذا كفوه. وما فينا نحن نعطيهم الاسعار مثل ما هي بالضبط. عملنا هذا سميه ترشيد، صرنا نعطي الجينيريك، يعني اللي بده يشتري براند بسعر عالي، يعني مثلا براند حقه 1,000,000 ليرة دواء، وجينيريك حقه 600، بنعطيه نحن ال 600 حتى لو اشتراه هو الجينيريك. يعني عملنا نوع من التوليف المنطقي، سميناه ترشيد، ما بين الممكن وما بين المطلوب. فهذا بالنسبة للأدوية، كله انسحب على الصور الشعاعية والمختبرات والسنان. هلا امر امراض المستعصي نحن اللي بعد عليها دعم ما في مشكله، عم نغطيها 100%. غير المدعومه نعطي قسم من ثمن الدواء. بس نحن اذا توفقنا هلا بتعرف انا بخاف كثير، مش خوف بقدر ما هو بتحفظ، انه اعطي كلام على الهواء ويبين وكانه وعود، ولا سمح الله يصير في شيء ثغره بشي محل يقولوا خالف لانه انا بالنسبه لي كلامي كثير يعني يبقى دقيق وقاطع. يعني اذا حكيت شيء، مشان هيك انا مش عم بوعد هلا، بس عم نسعى انه حتى الغير مدعوم نغطيه بشكل كامل من خلال من خلال هاي المستجدات الجيده اللي حكيت عنها. طب الايرادات انتم من وين عندكم الايرادات؟ الايرادات عندنا من قسمين، 3% اللي على المنتسبين. نعم. ويعني طبعا هيدي ما عادش بتشكل كثير رقم بالنسبه للارقام الموازنه، رقم ضئيل صارت. والاساس بالموازنه عندنا هو شيء بنسميه مساهمه الدوله في موازنه التعاونيه. يعني الدوله بتحط هلا 450 مثل ما بيعطوا الضمان مساهمات، بس 450 مليار شهريا هن من ضمن هذه المساهمات. هيدي نحن المساهمه عندنا للدوله كانت شيء 1500 مليار 1498 مليار بالضبط.
هلا هودي المرسوم ما جبته معي بس شبه حافظه، يعني ال 450 مليار على 8 اشهر يعني من 1/5 لاخر السنه بيطلعوا 3600 مليار. بالمرسوم في بند او ماده بتقول تلحظ هذه الارقام في موازنه تعاونيه للعام 2023. فنحن هلا عم نعدل الموازنه على هذا الاساس. طيب اليوم حضرتك يعني من المسؤولين يلي بيسعوا قدر المستطاع لتامين يعني حق الموظفين، وانت قلت كمان الحلول يلي بتامن استقرار للموظف تتلخص بثلاث امور: اولا سعر ثابت للدولار لحتى يدفع على اساسه او تدفع الرواتب على اساسه، بدل نقل كافي لحتى يقدر الموظف يدفع من جيبته ليوصل على شغله، ذكرتها من شوي، وانه يكون معاشه بالحد الادنى يامن له عيش كريم. صحيح. قديش نحن من يعني هالسيبه هيدي الثلاثيه قادرين نوصل لشيء؟ يعني حتى ما نبين انه عم نحكي طوبويات وكانه مش عايشين، نحن عايشين على الارض ونحن عارفين وضع البلد. نعم. بس كمان ما بدها شيء، خلي كمان هن ينزلوا على الارض ويعيشوا وضع البلد ووضع الموظف. بالمناسبه القطاع الخاص الى حد كثير كبير ركلج اموره. وهيدي طبعا ركلج يعني. لانه المنتج صار ياخذ سرعته بالدولار، اللي عم يقدم خدمه مين ما كان يكون بقول لك بدي بالدولار، اذا جبت كهربجي على البيت ولا واحد يصلح لك مكيف ولا غساله ولا شو عم يطلب منك؟ عم يطلب منك بالدولار. واصحاب المهن الحره وكله هذا ركلج اموره. حقه طبعا مش عم، بس الموظف بالقطاع العام بكل اسلاكه المدنيه والعسكريه والمتقاعد كمان بالقطاع العام هو اللي اكلها بهذا الموضوع. نعم. طيب ما بدها شيء، يعني هذيك اليوم كنت عم بعمل دراسه بسيطه ارقام هيك عم بركبها على الخفيف، انه شو بده الواحد بحياته تيقدر يحدد الحد الادنى، خبز وشويه اكلات بسيطه، يعني طلع ما بده 30 40 مليون تيقدر يدفع قسط الموتير ويعيش بالحد الادنى. يا عمي ما مش عايشين انتم على الارض؟ مش عارفين الواقع حتى تعرفوا انه؟ فكل هذه الزيادات اوكي من ضمن الممكن، من ضمن الممكن ماشي الحال. هذا الكلام اللي كمان حكيته انا ودولة الرئيس انه الاستقرار اللي عم نحكي عنه شو بيعمل حج؟ بيعمل استقرار للحكومة. طيب الحكومة إذا بدها تضلها تعالج ترقيع معناتها كل شهر في اعتصام وفي إضراب، فك الإضراب اليوم أوكي قبله اليوم بعد شوي بكرة بعد قبله اليوم بكرة فز الدولار لل 150 بده يرجعوا يضربوا، بده يرجعوا كمان مشاورات ولجان ومدري شو ودراسات، يعني نفس الدوامي وما بيجوا عشان بدك استقرار تيجي الموظف. هودي الثلاث عوامل اللي حكيتهم. نعم. لازم يكونوا مأمنين. موظفي الإدارة العامة هلا صاروا بدهم يجوا نهار واحد على الشغل بالنسبة. هلا هن رابطة الإدارة العامة عم تقول عم تعطي إنه ثلاث أيام بتنفتح الإدارة، بس بيجوا يوم معتبرين إنه وكأنه بعدهم مأضربين. هو حقيقة هذا منه أضراب، يعني هذا عدم القدرة للوصول إلى مكان العمل. فكان المفترض انه هالنقل ينعطى كميه من اللترات، وهذا حكيناه على اساس انه ما راح يمشوا فيه كميه من اللترات. شو ما صار سعر البنزين بيتقرش وبندفع، وينعطى الموظف حد ادنى تيقدر يعيش، وبينعطى التقديمات الصحيه اللي هي اهم من الراتب حتى. بالمقابل كمان لاستقرار الاداره، يعني ما اوكي استقرار الموظف هو الاساس، بس كمان الاداره طيب فيها تشتغل وما عندها مش قادره تدور موتير ولا تشتري ورق ولا قرطاسيه ولا كيف وضعهم قرطاسيه وموتير؟ بدي اقول لك هلا يمكن في خصوصيه طاقه شمسيه ما عندكم بعد؟ لا ما في عندنا طاقه، عندنا بفروع معينه بالمحافظات طبعا كلها هذه بجهود شخصيه، وان كان لرؤساء الفروع ولا لالي مركزيه ما عندنا حجم كبير المركزيه، والمبنى مش ملكنا والى اخره، بس مش هون الموضوع. يعني نحن ماشيين، نحن بندور موتيرنا كل يوم، يمكن مخفضين شوي، بس منين عم نجيب المازوت؟ خلي يسمعوني وخلي يروح يحسبوني من وين؟ عم نجيبها من الناس الخيره، مثل كثير من الادارات والمؤسسات، كثير من الادارات والمؤسسات هيك عم بتعمل، لانه ما كان ما عندنا اعتمادات. يعني الاعتماد اللي عندنا بيجيب لنا نص شهر مازوت، طب بدك تدور 12 شهر ما في كهرباء.
ففي عوائق لوجستية إلى جانب استقرار الموظف، بدها تستقر الإدارة كمان تأمنوا للحد المقبول تتقدر تشتغل. بدكم تطلبوا منا، وأكيد الموظف لازم يعمل واجباته بدون أدنى شك، وإلا البلد رايحة على انهيار كامل، والإدارة العامة بدها تنحل أكثر ما هي محلولة، بده يصير في شلل وانحلال واهتراء كامل. إن شاء الله نحن بنقول كل الخير والبركة مع الناس الطيبة اللي بتشتغل بهذا الهدف لحتى يكون الموظف النتيجة مرتاح. أنا بدي أشكرك مدير عام تعاونية موظفي الدولة دكتور يحيى خميس. شكراً لكم. شكراً أصدقائي، نحن رح نتابع مشاكل وحلول بعد هذا الفاصل. بعدنا معكم تنتابع سوا حلقة جديدة من استضافة ضيوف من كاريتاس. طبعا هذه الرابطة اللي بنحكي عنها بكل ما أوتينا من همة وعزم ووطنية وإنسانية وشفافية، ما بنقدر نوصف أو نوصف الوقائع يلي بنشوفهم بكاريتاس. فهذه الرابطة يلي ندرت نفسها من أجل أن تكون حد الإنسان المحتاج، حد الإنسان الضعيف بكل ما للكلمة من معنى، الضعيف بالإمكانيات يلي عنده، هي بتسعى لحتى تزوده من خلال المساعدات والإعانات يلي بتوصلها. طبعا بتضحياتكم بدعمكم نحن رح نكمل مع كاريتاس من خلالكم انتو. ضيفتنا اليوم رئيسة اقليم المتنى الخامس برابطة كاريتاس لبنان لودي عماد. من خلال تأسيس اقليم كاريتاس المتنى الخامس بدي كواني كمان عليه مسؤوليات مثله مثل باقي الاقاليم بكاريتاس يلي بتشعر حالها 24 على 24 هي مسؤولة وقت يلي بدق بيبا
وما حدا بدق بيبه وبيكاريتاس وبفوت وبيظهر وهو خايب. لودي عماد اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك ميرسي. يعني مهم كثير نقول حضرتك رئيسه اقليم المتن الخامس بكاريتاس، يا ريت بس بتوضعيني بجو ظروف تاسيس هذا الاقليم، شو اللي خليكم تاسسوا هذا الاقليم وقد ايه كنت مستلمتي؟ انا صار لي تقريبا سنتين الا شوي مستلمه هالاقليم. نعم. هو موقعه بالدكويني اكيد بتابع له عده مناطق يلي هي الجديده، الفنار، سد البوشريه، الروضه السبتيه والدكويني. اكيد نظرا يعني. اكيد اكيد اسسوا المطران سمير مظلوم سنه 1982. اكيد بظل نحن عندنا كثافه سكانيه كبيره والحاجه اكبر بكثير، مشان هيك لما بده يتاسس اقليم بده يكون فيها المنطقه حاجه كبيره. بعد اليوم الحاجه عم اكيد عم تزيد اكثر واكثر بظل هالظروف اللي عم نمرق فيها. حسب نشاطاتنا يعني عم نحاول قدر المستطاع ان نكون عم نساعد اكيد من خلال النشاطات اللي بنقوم فيها واللي بتدخلنا مدخول تنقدر نكون عم نساعد. طبعا حمله المشاركه مثل ما قلنا اللي هي هذا العام مخصصه باليوبيل الذهبي لربطه كاريتاس، كيف ممكن نقيم مشاركتكم بهذه الحمله ميدانيا على الارض؟ وي حملتنا كانت كثير منيحه هالسنه، من احلى السنين عن جد بالرغم من الظروف اللي عم نمر فيها. نعم. بعده هاللبناني ما بيتغير، بعده بحب يساعد خيو الانسان ويوقف حده، عن جد الجار بيوقف مع جاره على الطرقات، لو كل يوم كانت شبيبتنا عم تنزل. نعم. عم بيكون هالشخص يمكن هو ذاته عم بيحط مره ومرتين وثلاثه. نعم. طب برايك من خلال كل هالمعطيات اليوم المتطوعين بيكون في لهم دور لتقديم هذه المساعدات؟ اكيد نحن عندنا الشبيبه المتطوعين شو بتخبريني عنهم؟ نحن 15 عضو باقليمنا، اكيد نشيطين كثير ومندفعين كثير، ووقتها نطلبهم بيكونوا موجودين لاي خدمه بتنطلب منهم. شو بيطلب منهم اكثر شيء؟ اي نشاط بنكون عم نقوم فيه بيكونوا هن جاهزين وحاضرين يعني بكل محبه وبكل اندفاع. بس النشاطات بتقول نشاطات قد امكانيات لحتى تتنفذ ولا كيف؟ نو هي نشاطاتنا في عنا نوعين من النشاطات، في عنا النشاطات اللي بتعطينا مدخول تنكون عم نلبي حاجات المحتاجين، وفي عنا نشاطات ترفيهيه تنكون هيك عم نعمل من قيمه هالعيال يلي بتجي وبتدق بابنا. طيب اليوم حضرتك مركزكم انتم الدكويني وقلت لي في كثير مناطق تابعه لكم، يعني حصريه او مركزيه نشاطكم بيكون فقط بالدكويني؟ هلا نحن مركزنا بالدكويني. نعم. بس اكيد نحن عندنا مندوبين باكثر الرعايه، مندوبين اجتماعيين ولا غيرهم؟ مندوبين بالرعايه. نعم. تبع الكنايس يلي هي تابعه لنا بكل هالمناطق، من خلالها بنكون صله وصل بيننا وبين هالرعايه. نعم. تيكونوا اكيد تنعرف الحاجات بهالمناطق الاخرى من خلال هالمندوبين. طب شو بميز الخدمات يلي بيقدمها اقليم يعني المتن الخامس بالدكويني عن باقي الخدمات اللي بيقدموها غير اقاليم، ولا بتكون هي نفس الانشطه ببرامج محدده اليوم بالاقليم الخامس بكره بالاول بالثاني بالرابع؟ اكيد نفس الخدمات تقريبا، يعني نفس الخدمات حسب حاجه كل شخص، نحن بندرس حاجه كل شخص بنشوف له هو لشو بيكون بحاجه، ومن خلال حاجته نحن بنكون عم نلبي له. قد ايه عم نقدر نحن نأمن يلي بتحتاجه الناس؟ هيدي اللي انا قلته بالبدايه انه ما حدا بدق الباب وبيظهر خايب، ولكن في بعض الامور يعني مستجده قد تكون. نحن دعمنا بيكون اول شيء من المركزيه من خلال البروجيات اللي بتكون بالمركزيه. نعم. نحن بنستفيد اكيد انه نكون عم نساعد فيها المحتاجين عنا. نحن بنعمل نشاطات، ممكن نكون عم نعمل عشاء، ممكن يكون عم نعمل برانش. هالسنه عملنا تومبو خاص بالاقليم الخامس، خاص فيكم؟ نعم يعني؟ اكيد. نعم. خاص بالاقليم الخامس، هذا بكون كمان عم يدخلنا مدخول للمساعده. مثلا هالسنه كمان عملت تومبولا، كمان كان في مدخول من هالتومبولا بتساعدنا خلال هالسنه، واكثر شيء اللي بيساعدنا هو حملتنا السنويه على الطرقات. نعم. وبالكنايس. كيف شاركتوا فيها انتم؟ من خلال حواجز؟ اكيد محبة حواجز يعني. محبه. نعم. يلي انا بشكر شبيبتنا يلي كانوا كل يوم عم ناشطين، يعطيهم الف عافيه كثير. عندنا نحن عددهم. نعم. 76 عن جد كانوا بالرغم من مدرستهم، بالرغم من جامعتهم، بالرغم من درسهم وفحوصاتهم، كانوا موجودين كل يوم على الطريق. نعم. كمان بالرغم من الشتاء والشمس، عن جد انا بشكرهم.
طب اليوم لودي حضرتك انت رئيسة يعني هذا الاقليم، بمرحلة بنقول يعني المسؤول بيكون عنده مسؤوليات كبيرة ومفترض انه يقدر يأمن احتياجات المركز يلي هو فيه، طبعا مع كل التقدير والدعم من الإدارة المركزية، ولكن النشاطات يلي انتم بتسعوا حكيتي عنها من شوي لحتى تقدروا تأمنوا يعني بعض الإيرادات لحتى تقدموا الخدمات، مركزيا في استراتيجية بتوضعيها حضرتك كمسؤولي من أول السنة لآخرها، كيف بدنا نشتغل لحتى نقدر نكون قد الطلبات يلي بتنطلب منا؟ أكيد في استراتيجية بنكون كلنا عم نتفق عليها، نحن كأعضاء كلنا بنتفق عليها وبنعملها ستيب باي ستيب، يعني كل فترة بنكون عم نقوم بنشاط تيكون أكيد عم بيكون دعم إلنا. طب اليوم بهالمرحلة بنقول تأمين الدعم والتمويل هو من خلال الحمد الكبيرة يلي قامت فيها الإدارة المركزية، ولكن أنتوا على صعيد خاص اليوم في يوبيل 50 وعم نحكي، ولكن في إلنا سنين بدنا نتابع ونكفي لأنه نحن أسسنا لحتى نكون حد الأجيال كلها، قديش بتفكروا بنشاطات قد تكون مربحة لكم بالإضافة لكل ما هو يقدم لكم؟ هلا اكيد بظل هالظروف الصعبه اللي عم نمرق فيها كلنا نشاطاتنا ما بتكون كثير عم تدعمنا يعني، بس نحن ما فينا نحل محل الدوله بالنهايه، نحن بنكون هالسند لكل شخص عم يدق بابنا. طب على صعيد الادويه، الفحوصات، الاستشفاء، الصحه، بنسمع انه كاريتاس هي حد كل المحتاج، بهذه المرحله انتم عندكم باطار اقليم الخامس كيف؟ نحن عنا منوجه لما بيجينا أشخاص بحاجة لأدوية أو لحكمة منوجههم لمستوصفاتنا يلي ضمن مناطقنا، عنا مستوصف سان ميشيل بسد البوشرية وعنا مستوصف بسن الفيل، هالأشخاص اللي بيقوا بحاجة لهالأدوية منوجههم لهونيك، أكيد بأمنوا فحوصات مخبرية وحكمة أكيد عندهم. طب قلتي لي من شوي انتم 76 متطوع عندكم بالديكويني؟ كشبيبه وكل يوم عم بيزيدوا اكيد. بدي اقول لك هلا من خلال يعني هذه الشاشه تلفزيون لبنان، شو مفروض بالمتطوع يكون عنده لحتى يتقدم منكم؟ بده يكون عنده هالاندفاع وهالشغف. والوقت ولا؟ والاكيد الوقت، الاندفاع والشغف والوعي وثقافه انه يكون متطوع. نعم. لانه في هدف من وراء هالتطوع، هو لخدمه هالانسان بمجانيه وبمحبه. طب اليوم يعني انطلاقا من اعمالكم انتم بنعرف المساحه الجغرافيه اللي بغطيها الاقليم الخامس، ومن شوي انت قلتي لي انه في ضغط سكاني. نعم. يعني بتشعروا انه انتم قادرين على تلبيه كل ما هو مطلوب من خلال زياراتكم الميدانيه، مش من خلال بس اللي بيجوا لعندكم على الاقليم. هلا بفترة كورونا يمكن قطعناها كنا ما عم نزور اشخاص، هلا عم نحاول بتعرف هلا يمكن كمان في البنزين كمان كثير غالي، يعني كمان صعبة انك تكون عم بتزور كل هالعالم لانه صار العدد كثير كبير وما فينا انه نكون عم نزور كل هالعدد، بس عم نحاول اكيد مركزيا عم يجي لعندكم. اكيد اكيد نحن عنا يومين بالجمعة بنستقبل الأشخاص ليكونوا عم بيسجلوا أساميهم. بالنسبة لشو تنقلهم؟ كل الحاجات يعني بالنسبة بيجي الشخص بيقدم؟ بيقدم طلب عنا. نعم. أكيد بنشوف وضعه بنسجل له اسمه وبينعمل لعنده جولة أو زيارة للتأكد؟ أكيد أكيد وحسب شو حاجاته بنكون نحن حاضرين. نعم. أنا وياكي رح نشوف هلا القصة 45 من قصص كاريتاس الخمسين، طبعا القصة هي قصة ليلى تنوري عم تمرق بوضع صحي صعب، هي اليوم بتقدر وبتشكر كل إنسان قادر يوقف إلى جانب رابطة كاريتاس لبنان وقادر أنه يدعمها من الناحية المادية والمعنوية لأنه بدعمكم كاريتاس بتستمر. أنا من طرابلس من الشمال، جوزي من طرابلس من هون، فجأة رحت عند الحكيم وفحصني وشو قال لي اعملي لي هالفحوصات هيدول وتعامت ما تخافي، عملتهم وخدت له اياهم وفي فحوصات عملتهم عنده هو عنده مختبر، وقام قال لي شرح لي الوضع قال لي عندك كانسير بصدرك وبدنا نشيله، ايه عملنا مثل ما قال، قال لي بدك تعملي عملية، قلت له حكيم ما بدي اعملها، قال لي بدك تعملي عملية بدنا نشلك صدرك كله، قلت له ايه هيك بتقول انت، قال لي ايه انا اذا مرتي او بنتي او اختي هيك انا هيك بقول، هلا انا وقت عملت العلاج وخلصت وقال لي الحكيم كل ثلاث شهور بدي اشوفك، الله عيننا ومشي الحال وعملناهن وخلصت العلاج
على الاخر. قبل ما خلصت العلاج وصف لي دواء ديم، وبهالوقت صار معي سكري وصار معي ضغط وصار معي كوليسترول وتريجليسيريد، وجوزي كان مريض صار بدنا دواء كتير من اللي بدي جيب، يعني صار انه ما تاخذني. دلتني جارتنا الروسي وقالت لي في الكاريتاس بتروح بتفتحي ملف هونيك وتجيب الدواء من هونيك. ايه صرت روح واجي يعني وجيب الدواء، امن دواء لي ولجوزي من هون من عندهم، وساعدوني حرام مادين بالمصاري، ساعدوني كتير كتير كويسين، كتير 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 منيح. الله يخليني بصحتهم يا رب. لو ما عم جيب ادويتي من الكاريتاس كان ما فيني اجيبهم من برا، وما متأمنين دايما ما في، يعني صعب كتير كان علي. وجوزي وضعه على قده، ما تاخذني ما فيش، جوزي عمره 78 سنه. الله يديم هالمؤسسه وتضل دايمه على طول، ويخليهم بصحتهم ويضلوا، لانه كتير كتير فرجوا ناس. نحن ما نروح وما نشوف، في ناس كتير قصه كتير لورا اكثر مني بكتير، عن جد يعني هيدا هي الحقيقه. والحمد لله، وان شاء الله بيضل يديم يا رب لهالشعب. شو بدي احكي؟ قد ما احكي مقصره، يمكن هلا ما عم بعرف احكي. دايما دايما اصدقائي نحن بنقول الله بيعطي اللي بيعطي وبيساعد وبيبارك. رودي، يعني اللي كنا عم نشوفه قلتي لي كثير بيمروا عندكم حالات، اكيد اكيد، يعني من هذه الحاله اللي هلا كنا من هالحاله اللي كنا هلا عم نشوفها. ايه عن جد بتاثر فينا كثير هالحالات، وخاصه بظل هالظروف الطبيبه صارت غاليه، الادويه صاروا كثير غاليين. يعني لما بيجيك اشخاص بيقولوا لك مش قادرين نتطبب، تركين حالنا على الله، مش قادرين ناخذ الدواء حتى، ما عم بياخذوا ادويتهم. بس نحن اكيد مثل ما قلت لك بنوجههم على مستوصفاتنا، وبنوجههم كمان للمركزيه اللي هي عندها البروجيات يلي للاستشفاء. بالختام بدي اسالك عن مطبخنا بكاريتاس. نعم، نحن عندنا مطبخ باقليمنا بيأمن وجبه غداء ثلاث مرات بالاسبوع ل 200 عائله. 200 200 200 نعم 200 عائلة. نعم، انتم بتوصلون ليهم؟ لا، هن بيجوا بياخذوهم، واكيد الاشخاص اللي مش قادرين يكونوا عم ياخذوها اكيد بتوصل لهم على البيت. هيدي دون اي مقابل ابدا. يعني كمان الناس اللي بيقدروا يساعدوكم حتى توسعوا مطبخكم وتقدموا للعائلات المحتاجه. يا ريت. انا بدي اشكرك كلودي عماد، رئيسه اقليم المبنى الخامس. ميرسي. برابطه كاريتاس لبنان. شكرا. ميرسي لك، ميرسي لتلفزيون لبنان، ميرسي لكل شخص عن جد عم بيساهم، لانه بدعمهم قلنا نحن بنكمل ونستمر. شكرا لك. ميرسي لك. اهلا وسهلا فيك. اصدقائي نحن لهون بنوصل لختام حلقتنا، لقائنا بيتجدد معكم نهار بكره بنفس الموعد. الى اللقاء.